بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه ده ما تبصش شطوب، عيب عليك يا استاذ. ده هو اسمع كده بالراحه عشان انا جاي اتكلم معاك في موضوع كبير لمؤاخذه. سابق فاندر بروك تم اعلان رحيله من الوداد، تكبير هذا ما كنا ننتظره من الحاج سعيد المصري. بس معلش يا استاذ، انا كنت منتظر حاجه من الحاج سعيد، والحمد لله الحاج سعيد استخر ربنا سبحانه وتعالى وقرر يعملها. ايه يا استاذ؟ قرر يوافق على المستثمر السعودي؟ لا يا استاذ، قرر حاجه اهم. ايه هي؟ انه يمشي. ايه ده بجد والله؟ اه يا اسطى، انا كنت مستني من الحاج سعيد يمشي. ليه؟ لان لا مؤاخذه يعني السبب الرئيسي في فشل موسم الوداد الكارثي بتاع السنه اللي فاتت هو الحاج سعيد المصري بنفسه. الحاج سعيد عمل جريمه اداريه، اه لا مؤاخذه يعني، ان هو قرر ان هو يجيب 5 مدربين في سنه واحده، ومع ذلك يستنى انه ياخد حاجه السنه دي. اللي هو انت جايب مديرين فنيين، ومديرين فنيين كلاس سي وفيهم كلاس دي، وانت عايز تاخد بيهم بطوله افريقيه وبطوله محليه وبتنافس على الكاس، اللي هو هذا من فضل ربي. مش عارف ازاي بصراحه الحاج سعيد كان بيفكر بكده. لا ومش دي المشكله، المشكله انه بيفوض عبد الحق بن شيخه. يعني عبد الحق بن شيخه الراجل حرفيا كان فشل ذريع مع نهضه بركان، يسكت على كده؟ لا، نرجع تاني عبد الحق بن شيخه. لو ايه ده يا معلم؟ عبد الحق بن شيخه فشل مع بركان؟ لا بس خد كونفدراليه مع اتحاد العاصمه. انت عايز تجيب مدرب خد الكونفدراليه؟ اه معلش يعني، ما تقول انك بتجيب مدرب تفريغ للنفقات، اللي هو كابتن عبد الحق بن شيخه مش هياخد مرتب كبير. ايه ده؟ عيب اللي انت بتقوله ده؟ عيب ايه يا برنس؟ ما انت جبت خوان كارلوس جريدو عشان كده. يعني خوان كارلوس جريدو كان جاي عشان كده. جريدو كان جاي تفريغ للنفقات، اللي هو الوداد ما كانش معاه فلوس، فكان جاب مدير فني سيء زي جريدو. اي ده؟ طب ومهدي النفطي؟ لا مهدي النفطي ده كان جاي يتعلم فيك لمؤاخذه. طب وحسين عموته؟ لا حسين عموته ما كانش مركز عشان كان ماسك المنتخب المغربي تحت 23 سنه. يا اسطى انت كده بتتكلم على موسم منيل بسيدني؟ لا يا اسطى، ما موسم منيل انت بتبدا مع عموده وبتجيب النفطي وبتجيب مساعدين النفطي وبتجيب خوان كارلوس جريدو، وبعد جريدو بتجيب سيفن فاند بروك، ومستني ان انت تكسر الدنيا الموسم ده. طب ازاي يا برنس؟ يعني ازاي؟ ربنا يعرفه بالعقل. فين يا اسطى الاستقرار الاداري؟ فين الاستقرار الاداري؟ الاداء كان سيء ايام مهدي النفطي، كان مقبول نوعا ما ايام عموته، بس كان واقع ايام جريدو. والله جريدو ما لحقش يا اسطى، وكان واقع ايام فاند بروك، بس فاند بروك ما لحقش. هو فاند بروك صعد قدام سان داونز قال لك بس، هو ده اللي عليه العين والنني. الحاج سعيد اختار صح وراح مغيم الدنيا وخسر من الاهلي وخسر من الرجاء. وقبل ماتش الرجاء الحاج سعيد كده كان مزرب اخبار ان سافين ماشي، اللي هو حاج سعيد اه المشكله عندك انت، انت اللي بوظت موسم الرجاء وموسم الوداد اسف. ما هو الرجاء الثاني برضه غير رئيس النادي، يعني كده كده تحس في المغرب فيه هوجة تسيير سيئه بالنسبه للانديه. ولكن بنتمنى ان شاء الله ان الوداد يعني يعمل سنه افضل، ولسه الموسم ما خلصش، هو عنده بطوله مهمه زي بطوله كاس العرب او كاس الملك سلمان. بنتمنى الوداد التوفيق، خصوصا ان الوداد مجموعه صعبه، ولكن الوداد ان شاء الله يكون اداؤه ودود. اه يا عزيزي ان شاء الله باذن الله خير بالنسبه للوداد في بطوله كاس الملك سلمان او كاس الاعمال. اه هي كاس الملك سلمان. بص يا عزيزي، قصه الحاج سعيد المصري صعبه شويه، بس انا بسالك سؤال، بما انك مشجع ودادي او لو انت متابع للوداد، هل تتمنى ان الحاج سعيد قبل ما يمشي يجيب لك بن شيخه، ولا يستنى ويشوف الرئيس الجديد هيجيب بن شيخه ولا لا؟ انت صاحب القرار في الليله دي، هل موافق على تعيين بن شيخه، تعيين عبد الحق بن شيخه مدير فني لفريق الوداد يكون ده اخر قرار ياخده الحاج سعيد المصري؟ انا ما عنديش مشكله مع بن شيخه، بالعكس راجل مدير فني مميز والراجل كان موفق جدا مع فريق اتحاد العاصمه، ولكن عندي مشكله ان بن شيخه فشل قبل كده في الدوري المغربي كتير، فانت لما ترجعه على الدوري المغربي عشان نفس على الدوري المغربي فهي نقطه حلوه. وبرده واحده من اكبر مشاكل الوداد هي موضوع الصفقات والازمه بتاعه منع الفريق من التعاقد مع لعيبه جديده، فدي واحده من المشاكل الكتير للامانه. فهل انت تتوقع ان يكون اخر قرار هو تعيين عبد الحق بن شيخه، ولا تعيين عبد الحق بن شيخه هيترحل للمجلس الجديد، او انت تفضل ايه من الاخر؟ وشايف ان قرار الحاج سعيد صح ولا غلط؟ انا عن نفسي متفق جدا مع قرار الحاج سعيد، سواء برحيله او برحيل فاند بروك، لان فاند بروك بيتكلم اكتر ما بيشتغل.